بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والجلال والإكرام والإنعام، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد مجلسنا الأسبوعي 79 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، في هذا اليوم 26 من شهر الله المحرم سنة 46,000 من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعقد مجلسنا في ليلة مباركة في بلد حرام وفي شهر حرام، مستكثرين من ذكر ربنا الملك العلام، ومن صلاتنا وسلامنا على أشرف الأنام صلى الله عليه وسلم، رجاء الوعد الكريم المبارك في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وصلاة ربنا على عبده رحمته التي تغشاه، وذكره جل وعلا لعبده الذي يصلي عليه في الملكوت الأعلى، والثناء الحسن وطيب الذكر في الدنيا وفي الآخرة. فصلاتنا على نبينا عليه الصلاة والسلام في كل وقت فضيلة مباركة ومنقبة ومغنم رابح لكل عبد فتح الله قلبه وأجرى لسانه بالصلاة والسلام على نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت ليلة الجمعة ويومها كان آكد لقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. كل الحياة تبسمت لحديثه وبهديه غيث السماحة أمطرا، صلى عليك الله يا من ذكره عطر تضوع كالنسيم إذا سرى. فاللهم صل وسلم وبارك عليه، واجعل مجلسنا عامرا بذكرك والصلاة والسلام على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وقف بنا الحديث أيها الكرام في تمام الفصل الذي عقده المصنف في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأذكار التي تقال بعد الصلاة. أما فصل الليلة ومجلسه فالحديث عن السترة في الصلاة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى الجدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاه، ولم يكن يتباعد منه، بل أمر بالقرب من السترة. هذا الذي يسميه الفقهاء اتخاذ السترة في الصلاة، وهو من سنن الصلاة ومستحباتها المؤكدة عند كل فقهاء الإسلام والأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع. فإنهم يقولون بأن اتخاذ السترة أو صلاة المصلي إلى سترة تستره أو تحجز بينه وبين من يمر من أمامه من سنن الصلاة، وهو من أعظمها أجراً وأكثرها ثواباً، ولذلك جاء التأكيد في غير ما حديث على هذه السنة النبوية الكريمة، وهو اتخاذ السترة في الصلاة. أورد المصنف رحمه الله هذا الفصل لبيان هذه السنة وما هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيها. لماذا السترة في الصلاة يا كرام؟ ولماذا جاء الهدي النبوي بالعناية بها؟ الجواب أنها جزء مكمل لما يحتاج إليه المصلي في صلاته. ما روح الصلاة؟ الخشوع فيها وحضور القلب. اتخاذ السترة أحد مكملات وأسباب وأدوات حضور الخشوع في الصلاة، لأن المصلي إذا اتخذ سترة كأن يصلي إلى جدار أو عمود
أو أي شيء حاجز يحجز الناس من المرور من أمامه، وكان بصره لا يتجاوز موضع سجوده، كان أعون له على استجماع فكره وعدم شتات بصره ونظره مما يعبر بين يديه يمينا أو يسارا. فهذا من آكد ما يعتني به المصلي لحضور قلبه في الصلاة، وهذا جاء التأكيد عليه في غير ما حديث كما ستسمعون بعد قليل. فجمهور الأئمة والفقهاء الأربعة على أن اتخاذ السترة في الصلاة من سننها المؤكدة ومن مستحباتها، ونقل الإجماع كما نقله ابن رشد والنووي وغيرهم رحم الله الجميع. وذهب طائفة من أهل العلم إلى القول بوجوب اتخاذ السترة في الصلاة، ينسب هذا القول إلى الظاهرية، وعن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ما يشير إلى ذلك، فإنه قال: إن الدنو من السترة واجب، فمن تركه بطلت صلاته. قال: أما السترة فليست واجبة. يرى أن القرب من السترة واجب، وإذا أهمله المصلي كانت صلاته باطلة، لوجود الأوامر النبوية في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. أمر صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة، ولولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ولم يتخذ سترة لكان القول بالوجوب وجيها وقويا. لكنه لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى ذات مرة ولم يتخذ سترة، كانت الأوامر محمولة على الاستحباب المؤكد. وقل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا اتخذ سترة، سفرا أو حضرا، في مسجده وخارج مسجده، في الأسفار وفي المغازي وفي الحج وفي الطرقات. ماذا يتخذ؟ يتخذ جدارا، مؤخرة الرحل، يغرس رمحه أو عنزة أو حربة، المهم يضع شيئا أمامه يصلي إليه. فلما تكاثر النقل تأكدت هذه السنة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وفيما يلي يذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا مما ثبت من السنن بشأن اتخاذ السترة في الصلاة ومسائلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا صلى إلى عود أو عمود. أعد: وكان رسول الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى الجدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاه، ولم يكن يتباعد منه، بل أمر بالقرب من السترة. هذا الموضع الذي يقف فيه المصلي والمسافة التي تكون بينه وبين سترته. أنت إلى ماذا ستصلي؟ إما إلى جدار كأن تكون في مقدمة المسجد في الصف الأول، أو في حجرة بيتك تصلي نافلة أو سنة أو فريضة فائتة. فإذا صليت وأمامك جدار فلا تبعد عن الجدار. كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى إلى الجدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة فقط. وهذا القدر كما أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة. ممر الشاة بقدر عرض الشاة، يعني لا يتجاوز الشبرين إلى ثلاثة. هذا القرب يقول بين مصلاه، والمقصود بالمصلى هنا موضع السجود. فإذا غاية ما يكون بين موضع جبهتك إذا سجدت وبين سترتك ألا يكون بعيدا. ولذلك حكمة معقولة إذا فهمت معنى السترة فإن المقصود القرب منها. قال: ولم يكن يتباعد منه صلى الله عليه وسلم، بل أمر بالقرب من السترة، كما سمعت في حديث أبي داود وابن ماجه والحديث صحيح. قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. أمر عليه الصلاة والسلام بأن تقترب من سترتك عبد الله. هذا القرب كم مقداره؟ إذا وقفت فكم يكون بينك وبين سترتك؟ قدر الفقهاء ذلك بما لا يزيد عن ثلاثة أذرع، وهذا الذراع، والذراع يعدل نصف متر تقريبا أو أقل. فثلاثة أذرع هي متر وشيء، أقل من متر ونصف. إذا وقفت كان بينك وبين السترة التي تصلي إليها لا يتجاوز ثلاثة أذرع.
وأخذوا هذا من الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في الصحيح رحمه الله عن نافع المولى بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، يعني من باب الكعبة، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع. قال: يتوخى المكان الذي أخبر به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وذلك يوم فتح مكة، فإن بلالا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل الكعبة، فلما خرج استقبله ابن عمر فكان من أول من قابله فسأله: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. فلما حدد له الموضع كان ابن عمر رضي الله عنهما يتوخى هذا المكان، وهو المعروف عنه رضي الله عنه شدة الحرص على الاتباع والتأسي وموافقة السنة. فلما ذكر هذا الوصف وحدد القدر بنى عليه الفقهاء رحمة الله عليهم أن المقدار الذي يسن أن لا يزيد بين المصلي وبين سترته هو 3 أذرع، أخذا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالمطلوب إذن من اتخذ سترة فليقترب منها ولا يتباعد، لأن القصد منه أن يمنع المصلي من يمر بينه وبين سترته، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره عن الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه. فإذا تباعد المصلي عن سترته كان حاجزا لمكان بينه وبين من يعبر، وفي هذا تضييق عليه وعلى المارة، لكن المقصود أن يقترب بحيث يكون القدر الباقي بينه وبين سترته بقدر ما يحتاج إليه. فإذا جمعت بين هذا وبين قوله كان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه ممر قدر ممر الشاة، قالوا هذا إذا وقف 3 أذرع، وإذا سجد كان بينه وبين الجدار مقدار ممر الشاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا. نعم، ثبت أيضا من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه كما عند أحمد وأصحاب السنن أبي داود والنسائي والبيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. ثم ها هنا هدي نبوي آخر، ما هو؟ قال: إذا اتخذ سترة عمودا أو شجرة أو نحوها فإنه لا يصمد له صمدا، يعني لا يجعل السترة مقابلة له مباشرة، بل يجعلها على حاجبه الأيمن أو على حاجبه الأيسر. جاء هذا في رواية ضعيفة من حديث المقداد بن عمرو بن الأسود رضي الله عنه فيما أخرج الأئمة أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي، قال: رأيت النبي، أو قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، قال: ولا يصمد له صمدا، يعني لا يتجه له مباشرة. الحديث ضعيف، ولأنه ليس في صلب المسألة بل في صفة اتخاذ السترة ربما استأنس به الفقهاء، لكنه لا يمنع، ولا تستطيع أن تقول إنه لا يجوز مباشرة السترة ومواجهتها بمعنى أن يصمد له صمدا، والرواية فيها ما سمعت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته. هذا نوع من اتخاذ السترة الحربة، وهي عود قصير أقصر من الرمح، في طرفه أيضا آلة محددة يستعملها المقاتل، وربما استعملها العرب في المشي واتخذوها كالعصا متكأة. كان عليه الصلاة والسلام ربما يمشي فيحمل الحربة أو تحمل له الحربة أو العنزة، وهي أيضا أقصر من الحربة وأدق منها، فهذه كانوا يستعملونها إذا مشى أحدهم ربما اتخذها كالعصا يمشي بها، فكانت تركز له الحربة في السفر والبرية إذا سافر،
بل حتى في الحضر كان كذلك، فيصلي إليها فتكون سترته. عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. أين كان يصلي العيد؟ ليس في مسجده، كان يخرج إلى المصلى. فإذا كان لا يصلي إلى جدار حيث لا بناء ولا مسجد، فلما كان يصلي في الفضاء يحرص على اتخاذ سترة، فتغرز أو تركز له الحربة فيصلي إليها صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، قال وكان يفعل ذلك في السفر. فثبت هذا إذن سفرا وحضرا. قال فمن ثم اتخذها الأمراء، يعني فيما بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام أصبح الأمراء يتخذون الحراب فيمشون بها أو يخرجون بها إلى مصلى العيد، فتركز لهم فيصلون أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان يعرض راحلته فيصلي إليها. ما الراحلة؟ الدابة التي يركبها، وغالبا ما تكون في الأسفار ناقة أو بعيرا. كان يعرض راحلته فيصلي إليها، يعني يجعلها عرضا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض راحلته وهو يصلي إليها. إذن يجوز أن تجعل سترتك بعيرك الذي كنت تركبه ودابتك التي كنت عليها، طالما هي باقية لا تتحرك فإنه يجعلها سترة يعرضها أمامه فيصلي إليها لتحجز بينه وبين من يريد المرور بين يديه أثناء الصلاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. الرحل هو ما يصعد عليه الراكب على ظهر البعير، ما يوضع على ظهر البعير فيجلس عليه، ويكون عبارة عن مجلس يوضع على ظهر البعير وله من الخلف مسند من خشب يتكئ عليه الراكب إذا ركب على ظهر البعير. ومثله في الفرس يقال له سرج، فللحصان سرج وللبعير رحل. فإذا اتخذ الرحل كان مقدار السترة الذي جاء في بعض الأحاديث مثل مؤخرة الرحل أو مثل آخرة الرحل. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. وآخرة الرحل المقصود به ما يكون في ظهر الراكب إذا ركب وهو جالس على الرحل الذي يوضع على ظهر البعير، وهذا إذا رأيته كأنه مسند من خشب مقداره قريب من ذراع أو أقصر من ذراع. والمراد بهذا عند الفقهاء من تلك الأحاديث تقدير ارتفاع السترة كم تكون. فإذا أردت أن تجعل سترتك حقيبة بيدك أو قارورة ماء فهل يصح ذلك أو شيئا من متاعك؟ قالوا تقدير ذلك أن يكون مثل آخرة الرحل. كان عليه الصلاة والسلام يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته. آخرة الرحل أو مؤخرته كما سمعت هو المقدار الذي لا يتجاوز ذراعا أو نحوه أو أقل من ذلك بقليل. فهذا القدر هو السنة في اتخاذ ارتفاع السترة. لما؟ لتكون ظاهرة لمن يمر من أمام المصلي، فإذا كانت قصيرة أو بحيث لا ترى ربما أخطأها ولا يراها، وإذا احتاج إلى المرور قد يقع بين المصلي وبين سترته فاحتاج في ذلك إلى شيء من البروز لترى ويظهر للناس سترة المصلي إذا صلى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا، فإن لم يجد فليخط خطا بالأرض. وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الخط عرضا مثل الهلال. وقال عبد الله بن داود الخط بالطول، وأما العصا فتنصب نصبا. قال وأمر المصلي
أن يصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا، فإن لم يجد فليخط خطا بالأرض. هذه مسألتان، أولاهما اتخاذ السترة بسهم وعصا ونحوها. عن سبرة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استتروا في الصلاة ولو بسهم. أخرجه ابن خزيمة وأحمد وأبو يعلى وحسنه البغوي. طيب، السهم معروف، فإذا أردت أن تجعل السهم سترة كيف تجعله؟ تنصبه في الأرض أو ترميه بالعرض؟ كلاهما سائغ، والأوجه أن ينصبه في الأرض ليكون مرتفعا، غير أنه لدقته فإن السهم عرضه عرض عود من الخشب الذي يصنع منه السهم، فذلك مظنة ألا يرى، فوضعه بالعرض أيضا يعين على رؤيته، فللأول مزية الارتفاع وللثاني مزية العرض والامتداد. قال: استتروا في صلاتكم ولو بسهم. دل الحديث يا كرام على تأكيد مسألة اتخاذ السترة، بحيث حتى لو قلت ليس معي شيء وما عندي شيء نستتر به، قال اجعل ما تيسر ولو بسهم أو عصا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، وهذا على العموم، فليجعل تلقاء وجهه شيئا يعني أي شيء، أمر باتخاذ شيء يجعله المصلي أمام وجهه، وهذا يشمل أي شيء صغيرا كان أو كبيرا. قال عليه الصلاة والسلام: فلينصب عصاه، فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. وفي رواية قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شجرة أو إلى بعير، فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره من مر. بعض الروايات التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث وهي متعددة الألفاظ متقاربة، أخرجه عدد من الآئمة كأحمد وأبي داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، وصحح الحديث بعض العلماء وأئمة الحديث، لكنه في الراجح ضعيف. الراجح أن حديث فليخط خطا ضعيف، ومن هنا اختلف الفقهاء هل يمكن أن يكون الخط سترة للمصلي، بمعنى أنك إذا كنت في برية أو في فلات أو مزرعة أو في طريق وليس عندك شيء تصلي تتخذه سترة، أيكفي أن تجعل خطا في الأرض؟ فمن صحح الحديث قال اتخاذ الخط يكفي أن يكون سترة، ومن ضعف الحديث توقف فيه، ولهذا وقع الخلاف بين العلماء في مسألة اتخاذ السترة إذا كانت خطا في الصلاة. وبعض العلماء طبعا اتخاذ الخط عند عدم السترة، قال الإمام ابن قدامة في المغني: فإن لم يجد سترة خط خطا وصلى إليه وقام ذلك مقام السترة. قال: نص عليه أحمد وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي. أما الإمام مالك رحمه الله فإنه أنكر الخط، ولما سئل رحمه الله تعالى عن مسألة اتخاذ الخط قال: ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع، هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله. ومثله إنكار الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه أيضا أنكر اتخاذ الخط، وكذلك الليث بن سعد وأبو حنيفة. الإمام الشافعي رحمه الله نقل عنه قولان، أما القديم لما كان بالعراق وهو مذهبه القديم فقال باتخاذ الخط، ومذهبه الجديد في مصر قال لا يخط المصلي خطا إلا أن يكون فيه سنة تتبع. والمقصود يا كرام أن مسألة اتخاذ الخط مبنية على تصحيح الحديث. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجي إلا من هذا الوجه، يقصد الوجه الذي ضعفه فيه، وأن الصواب فيه إسناد لا يقوم بالحديث به حجة لضعف بعض رواته وجهالة آخرين. فإذا ضعف الحديث لم يقوى على أن يكون حجة، ومن أهل العلم من حسن الحديث فقال به. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال الخط ضعيف، وضعف الحديث أيضا بعض الأئمة كالنووي وابن عبد الهادي وغيرهم رحم الله الجميع. قال رحمه الله تعالى على القول بتصحيح اتخاذ الخط سترة، كيف يجعل الخط؟
نقل عن بعض الأئمة ما يعين على تفسير اتخاذ الخط. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الخط عرضاً مثل الهلال. كيف يكون الهلال؟ نعم، محدباً. فإذا اتخذت خطاً فاجعله مثل القوس فيكون عرضاً. وقال عبد الله بن داود، وهو أحد رواة الحديث الذي روى الإمام أبو داود هذا الحديث بسنده عن مسدد عنه، قال: الخط بالطول، يعني يجعل مستقيما. قال: وأما العصا فتنصب نصبا. إذا اتخذ عصا غرزها في الأرض لتكون منتصبة، كما تقدم ذكره في السهم. هذه مسائل يذكرها الفقهاء في مسألة اتخاذ السترة في الصلاة. ولاحظوا معي ما تفرع القول في مسائل السترة والحديث عن اتخاذ مؤخرة الرحل والعصا والعمود والشجرة ونحوها، إلا لشدة تأكيد مسألة اتخاذ السترة واستحبابها الأكيد الذي دلت عليه الأحاديث. فرأوا أنه لا يحسن بالمصلي أن يصلي صلاة إلا وقد اتخذ سترة. السؤال: أن يصلي المصلي إلى سترة إذا كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً؟ الجواب أن المسألة متعلقة بالإمام والمنفرد، وأما المأموم فسترة الإمام سترة له وتكفيه. فإذا صليت وراء إمام فلا يضرك لو مر من أمامك بعض المارة، لأنك مأموم وسترة الإمام سترتك. أما إذا كنت إماماً أو منفرداً تصلي وحدك فيتأكد اتخاذ السترة. قال الفقهاء: سواء خشي وجود من يمر أو لم يخشى. يعني لو قلت أنا سأصلي في البيت أو في غرفة الفندق وأنا وحدي، هل تتخذ سترة؟ الجواب نعم، هي سنة في كل الأحوال. ولو لم تتخذ ولو لم يكن حولك من تظن أنه سيمر، فإن اتخاذ السترة في الإجمال سنة على الإطلاق لكل مصل إماما كان أو منفردا. وأما المأموم فسترة إمامه كافية. دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، فأقبلت على أتان أو على حمار. قال: فنزلت وتركت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فدخلت الأتان تمشي بين الصفوف وهي أنثى الحمار. فدل ذلك على أنها لا تقطع صلاة المصلين إذا كانوا مأمومين وقد اتخذ الإمام سترة، فسترته كافية لمن يصلي خلفه. قال عليه الصلاة والسلام في حديث طلحة: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر من وراء ذلك. وفي رواية قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. إذن هذا تأكيد يا كرام على اتخاذ السترة في الصلاة الذي قال باستحبابه عامة الفقهاء وأئمة الإسلام رحمة الله عليهم جميعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن لم تكن سترة فإنه صح عنه أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. ثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهم جميعا. ها هنا مسألتان. تقدم قبل قليل أنك إذا صليت عبد الله فيستحب لك ويسن لك على التأكيد أن تصلي إلى سترة، إلى جدار، إلى عمود، إلى دولاب، إلى رحل، إلى عصا، إلى حقيبة، إلى أي شيء يسترك ويمنع أحدا يمر بين يديك، سواء كنت إماما أو منفردا، وسواء خشيت أو تظننت من يمر بين يديك أو لم يوجد، هي سنة على الإطلاق. فإذا اتخذت سترة فإن لك حكما، وهو أنك تمنع من يمر بين يديك، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ها هنا مسألتان، إحداهما تتعلق بالمصلي والثانية تتعلق بمن يريد المرور بين يدي المصلي. المصلي ماذا عليه؟ أن يتخذ سترة ثم يمنع أحدا يمر بين يديه ولا يسمح له،
لأمره عليه الصلاة والسلام فليمنعه. وأما الذي يريد المرور فإن الواجب عليه أن يحترم سترة المصلي وألا يمر بين يديه، بل الإثم في ذلك عظيم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المهر بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قال الراوي: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. أنت متخيل أن تقف وتنتظر حتى يفرغ المصلي من صلاته ولو وقفت 40، 40 يوما، 40 شهرا، 40 سنة، خير لك عند الله من استعجالك لتقطع صلاته وتمر من أمامه. فإذا من يريد المرور هو مخاطب بهذا في الشريعة: اتق الله عبد الله، واحترم صلاة أخيك وسترته التي اتخذها، ولا تمرن بينه وبين سترته، فإن أردت العبور فمن وراء السترة، لما سمعت من الرواية: ثم لا يضره ما مر من وراء ذلك. انتهينا من هذه المسألة. طيب، إذا لم يتخذ سترة فالمصلي مقصر، ولأنه مقصر فإنه يضر صلاته لو مر الناس من أمامه. كيف يعني يضر صلاته؟ يقطعون صلاته. ثبت في الحديث الصحيح أن المرأة والحمار والكلب الأسود تقطع صلاة المصلي. متى تقطعها؟ إذا مرت بينه وبين سترته عندما اتخذ سترة، أو ما اتخذ سترة فمروا من أمامه. قطع الصلاة هنا فسر عند أهل العلم تفسيرين: الأول قطع الصلاة حقيقة فعليه إعادتها، والثاني قطع أجرها ونقصان ثوابها. الصلاة صحيحة لكن أجرها ناقص إذا عبر هؤلاء من أمامه، والسبب تقصير من المصلي. كيف؟ إما أنه ما اتخذ سترة، أو اتخذ سترة ولم يمنعهم من المرور بينهم وبينها. النبي عليه الصلاة والسلام أقبلت شاة وهو يصلي، فمر يدافعها صلى الله عليه وسلم، وتقدم حتى كما مر بنا في مجالس مضت حتى التصق بطنه بالجدار. يدافع ماذا؟ يدافع بهمة، ولد الشاة الصغيرة يدافعها، لم يسمح، وهي بهيمة، ما سمح لها أن تمر من أمامه بينه وبين سترته عليه الصلاة والسلام، والبهيمة ما تعقل. لكنه تعليم وهدي نبوي أن إذا صليت عبد الله فاجعل بينك وبين سترتك حجابا لا يقطع فيه صلاتك شيء. قال المصنف رحمه الله: فإن لم تكن سترة، هذا من تقصير المصلي إذا صلى إلى غير سترة، فإنه صح أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قال: ثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهم جميعا. أما حديث أبي ذر فعند الإمام مسلم في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل أو مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأيضا في صحيح مسلم، قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. يعني يقي قطع الصلاة أن تجعل لك سترة مثل مؤخرة الرحل. وأما حديث ابن عباس فليس فيه إلا المرأة والكلب. قال عليه الصلاة والسلام: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. والمقصود بالمرأة الحائض هنا البالغ، وليس المقصود بها حال حيضها، بل المقصود بها من بلغت فيقال لها الحائض. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة رحم الله الجميع. وأما حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فعند الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في السنن، قال: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. ويروى أيضا حديث من عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، والموقوف عليه أصح رضي الله عنه. هذه أحاديث متعددة الرواية. أما حديث أبي ذر وابن عباس
ففي الصحيحين، حديث أبي ذر وأبي هريرة في صحيح مسلم، وأما حديث ابن عباس وعبد الله بن مغفل ففي غيرها من دواوين السنة التي سمعتم قبل قليل، وكذلك يروى عن أنس. ثم ها هنا مسائل، أولها لماذا هذه الثلاثة، الحمار والمرأة والكلب الأسود؟ الجواب ليس هناك علة جامعة، بل لكل واحد منهم علته المختصة به. فأما المرأة فالفتنة وانشغال قلب المصلي إذا مرت من أمامه، ونحن نتكلم عما بين المصلي وموضع سجوده، فإذا عبرت من أمامه المرأة كانت مظنة انشغال البال، وقلنا في صدر المجلس إن حكمة اتخاذ السترة هو تمام الخشوع وإحضار القلب وصرف الصوارف وإحضار المصلي غاية ما يمكنه من حضور قلبه. وإذا كانت المرأة قد تشغل البال فإن مرورها من أمامه آكد في ذلك. وأما غير المرأة كالحمار والكلب الأسود فللنجاسة، والكلب الأسود شيطان كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، والحمار أيضا أكرمكم الله ينهق وقد يفاجئ المصلي فيزعجه، والكلب فيه أيضا ترويع فيشوش المصلي. هذه كلها مشغلة للمصلي في صلاته، فجاء التأكيد في السنة على أنها تقطع الصلاة، ومعنى كونها تقطع الصلاة تأكيد على المصلي أن يحول بينها وبين العبور من أمامه إذا صلى واتخذ سترة في صلاته. إذا فهمت هذا فإن المصنف رحمه الله تعالى ختم المسألة بتنبيه أنه وقف بعض الناس أمام هذه المسألة في استفهام، لماذا النص على هذه الثلاثة؟ وربما كان السؤال لماذا المرأة وما الحكمة من إيرادها في هذا السياق، وهل هذا إنقاص من قدرها؟ قال رحمه الله ومعارض هذه الأحاديث، قال ومعارض هذه الأحاديث قسمان، صحيح غير صريح وصريح غير صحيح. نعم، الآن علمت أن الحديث صحيح، أي حديث؟ يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، حديث صحيح تعددت مخارجه من رواية 4 أو 5 من الصحابة، أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وابن مغفل وأنس رضي الله عنهم جميعا، فلا مطعن في الحديث، الحديث صحيح، وعند الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح من رواية 2 من الصحابة، فالحديث لا مطعن فيه ولا سبيل إلى رده وتضعيفه، فيبقى القول في فقه الحديث. قال رحمه الله معارض هذه الأحاديث إما صريح غير صحيح أو صحيح غير صريح، بمعنى أن تكون رواية صحيحة لكن ليست صريحة في معارضة الحديث، ويشير رضي الله عنه ورحمه إلى ما يذكر بعد قليل من قول عائشة رضي الله عنها. نعم، ومعارض، قال ومعارض هذه الأحاديث قسمان، صحيح غير صريح وصريح غير صحيح، فلا يترك لمعارض هذا شأنه. يقول إذن من عظم السنة والتزم الهدي النبوي توقف عند هذه الأحاديث وعمل بها، لأن ما عارضها إما نقل صحيح من حيث السنن لكنه ليس صريحا في الرواية فيما يتعلق بمسألتنا، أو صحيح أو يكون صريحا لكنه ليس صحيح السنن، فلذلك لا يعارض بها هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة. نعم، قال وكان يصلي وعائشة نائمة في قبلته، وذلك ليس كالمار، فإن الرجل يحرم عليه المرور بين يدي المصلي ولا يكره له أن يكون لابثا بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها، والله أعلم. هذا مثال لمعارض صحيح لكنه غير صريح، حديث صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة أنه كان يصلي وسرير عائشة رضي الله عنها في قبلته، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ورجلاها في قبلته، تقول رضي الله عنها فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ضيق الحجرة ما كان يتسع إلا إذا صلى عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها نائمة معترضة في قبلته، فهذا معارض يقول صاحبه
أما ترى أن عائشة رضي الله عنها كانت أمامه عليه الصلاة والسلام، فلو كانت تقطع صلاته لكان هذا دليلا على أنها ما كانت تؤثر في صلاته. فالجواب أن الحديث هذا الصحيح ليس صريحا في المسألة. عائشة رضي الله عنها في الرواية لم تمر، بل كانت نائمة، ووجودها مقيمة أو لابثة أو جالسة ليس كحكم المرور. قال رحمه الله: وليس ذلك كالمار، فإن الرجل يحرم عليه المرور بين يدي المصلي ولا يكره له أن يكون لابثا بين يديه. الآن لو قمت تصلي السنة بعد الفريضة وأخوك في الصف الذي أمامك جالس يذكر الله أو يقرأ القرآن أو جالس لم يتحرك، فصليت وهو أمامك، أيكون هذا قطعا لصلاتك لأنه جالس أمامك؟ الجواب لا، إنما الذي يؤثر لو عبر من أمامك ومر، هذا المؤثر. فالمرور غير المكوث. والرواية في حديث عائشة رضي الله عنها أنها نائمة في قبلته صلى الله عليه وسلم، قال: وليس ذلك كالمرور. قال: وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها، والله أعلم. فهذا مثال لما عارض أحاديث ابن عباس وأبي ذر وأبي هريرة وعبد الله بن مغفل في أحاديث قطع الصلاة من قبل المرأة والكلب الأسود والحمار. في الصحيحين بعض الأحاديث التي فيها اعتراض عائشة رضي الله عنها وانتقادها هذا الحديث على وجه الخصوص، عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، والراوي مسروق من تابع الكوفة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة رضي الله عنها: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. فعارضت رضي الله عنها ما سمعت بما رأت وعاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل في رواية أخرى عنها رضي الله عنها قالت: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب. وفي رواية أخرى أيضا عند مسلم قالت: إن المرأة لدابة سوء، يعني إذا جعلتموها في حكم الكلب الأسود والحمار فإذا هي دابة سوء، تقطع الصلاة كما يقطعها تلك الدواب كما ذكر في الحديث الحمار والكلب الأسود. والجواب عن هذا أمران: أولا، لم تكن عائشة رضي الله عنها ولا غيرها من الصحابة وحاشاهم أن يعترضوا على شيء من دين الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان اعتراضها أو إنكارها على شيء لم يثبت عندها، وهذا وقع لها ولغيرها من الصحابة. فإن أحدهم ما لم تبلغه رواية صحيحة فإنه يستنكر الأمر، كما ثبت في حديث أبي سعيد، كما فيه ثبت في حديث أبي موسى رضي الله عنه لما جاء يستأذن على عمر رضي الله عنه وهو خليفة، فاستأذن ثلاثا ثم انصرف، فناداه عمر فقال: وقفت بالباب واستأذنت ثلاثا ثم انصرفت لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاثة، إن أذن لك وإلا فارجع. فأنكر عمر لأنه ما علم هذه السنة، فقال: تأتين بمن يشهد معك أو لأضربنك، فهدده بالعقاب لأن عمر رضي الله عنه ما أدركها ولا علمها. فانصرف أبو موسى منزعجا رضي الله عنه حتى أتى مجلس بعض الأنصار فذكر لهم المسألة، فقالوا: بلى كلنا يشهد ولا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه فشهد بأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع أبو موسى، فتثبت عمر رضي الله عنه. ولهذا شواهد كثيرة، أعني أنه ربما غابت بعض السنن وبعض الأحاديث عن بعض الصحابة، فإذا بلغته من آخر ولم تثبت عنده أنكرها، هذا أولا. فإذا عائشة رضي الله عنها ليست كبعض السفهاء الأمة المعترضين على السنن المجترئين على ردها وإنكارها بالهوى والعقل، حاشاها وسائر الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ثانيا، عائشة رضي الله عنها إنما عارضت ما سمعت من الحديث الذي لم تقف عليه أولا ولم يبلغها من قبل،
عارضته بشيء في ظنها كان صريحا في معارضة ما سمعت. سمعت أن المرأة تقطع الصلاة وهي بذاتها شهدت مسألة مختلفة، تقول أنا كنت أصلي، عفوا كنت بين يديه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فلو كانت المرأة تقطع الصلاة لقطعت صلاته. فإذا عارضت المسألة، وهذا من فقهها رضي الله عنها، أن كانت إذا سمعت مسألة قارنته بما ثبت عندها من الأحكام المتقررة فقها، ولا يفعل هذا إلا عقل فقيه، فقالت بما فقهت رضي الله عنها. وهذا وغيره من المسائل الذي كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تخبر بما علمت من السنن وما وقفت عليه من الهدي النبوي، تستدرك به على بعض الصحابة فيما وقفت عليه من الأحاديث والروايات، حتى صنف بعض الأئمة في ذلك مصنفا لطيفا فيما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة مما سمعته من الروايات، فهو داخل في عداد اجتهاد الفقيه والعالم بالرواية وفقهها لما يظنه معارضا لما ثبت عنده بخلافه. فإذا فقهت ذلك فالصواب أن تقول هذا اجتهادها رضي الله عنها، وغاية ما وقفت عليه مما بلغها فقالت بما علمت. وهذا حال الفقهاء والمجتهدين الكبار في الأمة، أن أحدهم معذور بما انتهى إليه علمه، وإنما يقول ما يقول بناء على علمه بدين الله وغيرته على أحكام الشريعة. هذا نقول في حق الأئمة الفقهاء، ففي الصحب الكرام رضي الله عنهم من باب أولى، فليس في هذا منقصة في قدرها ولا حط من مكانتها رضي الله عنها. ثم لتغلق بعض أفواه الطاعنين في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فربما تشبث بعض من لا دين له ولا خلاق بمثل هذه الروايات ليجعلها طعنا في دينها أو فقهها أو مكانتها رضي الله عنها، والطاعن إنما يتشبث بأدنى ريبة أو تهمة وحاشاها رضي الله تعالى عنها. فتتمم المسألة إذن أن نقول كما قال المصنف، هذه روايات صحيحة فلا يترك لها ما عارضها، لأن الذي عارضها إما صحيح غير صريح فلا يكون معارضا، أو صريح في المسألة لكنه غير صحيح، مثل حديث لا يقطع الصلاة شيء، حديث وإن كان صريحا لكنه ليس صحيحا. فإذا هو مثال لما لا يصلح أن يكون معارضا. وأما أهل العلم والمعظمون للسنة وللهدي النبوي يقولون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أخي سنة صحيحة، ما عذرنا في تجاهلها أو عدم العمل بها؟ فلهذا قال الفقهاء إن صلاة المصلي تنقطع بمرور هذه الثلاثة. وقلت لك إن معنى انقطاع صلاته أو قطع صلاته إما بطلانها فعليه الإعادة وهو قول طائفة من العلماء، وإما نقصان الأجر وكمال الثواب، فإن صلاته صحيحة لكن ثوابه ناقص بمرور هذه الأمور من بين يديه. تم ها هنا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في مسألة صلاة المصلي وسترته فيما ثبت من الهدي النبوي. وعلنا أن نختم مجلسنا هذا ببعض المسائل المتعلقة بمسألة السترة في الصلاة. أولاها تقدم قبل قليل أن اتخاذ الخط سترة في الصلاة قول قال به بعض من صحح الحديث، ومن لم يصححه لم يعتبر به. فها هنا مسألة، هل تقوم سجادة المصلي ونهايتها مقام السترة؟ فرش سجادة فصلى عليها، فهل يكون حدود السجادة وطرفها بمثابة السترة؟ يعني لم يضع سترة، فرش السجادة فصلى عليها، فهل نهاية السجادة هي حد لسترته؟ من صحح حديث الخط يجعل نهاية السجادة مثل الخط، فإن الذي يمر يدرك أن هذا موضع سجود المصلي في نهاية سجادته، فمن عمل بحديث الخط يجعل نهاية السجادة مثلها، وهذا قول وجيه والله أعلم. المسألة الثانية وهي الأكثر سؤالا عند عامة قاصد بيت الله الحرام، كل ما مضى في أحاديث السترة ومنع المرور بين يدي المصلي يشمل مكة والمسجد الحرام أم هي مستقلة بالحكم مختلفة عن غيرها من سائر البقاع؟ هذه القضية يا كرام تنبني على مقدمتين. أولاهما أن نقول عامة الأحاديث التي وردت في شأن السترة في الصلاة ما فرقت بين موضع وموضع،
وهي عامة في المسجد الحرام وغيره من مساجد الإسلام في كل مكان، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا كان عليه لكان أن يقف 40، خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وكذلك إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره عن الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. الأمر الثاني: مسألة الصلاة في المسجد الحرام فيها خلاف بين أهل العلم، فرخص طائفة من الفقهاء في الصلاة في المسجد الحرام مراعاة لحاله وخصوصيته، خصوصا في الطواف عند الكعبة لما كانت الصلاة تقام في صحن المطاف، فإن المصلي إذا صلى ركعتي الطواف أو صلى نافلة أو كان يصلي فريضة أو غيرها من الصلوات وهو مظنة مرور الطائفين والعابرين وحركة الناس، ومثل ذلك مصليات المسجد الحرام خصوصا في أيام الزحام كرمضان ومواسم الحج، فإنك لا تكاد تصلي في مكان إلا وكثرة المصلين والعابرين حاضرة. فهل يكون هذا كسائر المساجد يتخذ سترة ويمنع الناس من المرور؟ فمن أهل العلم من رخص في المسجد الحرام وذهبوا إلى أن مرور من يمر بين يدي المصلي في المسجد الحرام غير داخل في النهي، رجلا أو امرأة، رجالا ونساء. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة. روي ذلك عن ابن الزبير وعطاء ومجاهد. قال الأثرم: قيل لأحمد: الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء؟ قال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة، والحديث ضعيف. قال الإمام أحمد: لأن مكة ليست كغيرها، كأن مكة مخصوصة. وقال ابن أبي عمار: رأيت ابن الزبير جاء يصلي والطواف بينه وبين القبلة، تمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى تمر ثم يضع جبهته في موضع قدمها. وقيل لطاووس: الرجل يصلي، يعني بمكة، فيمر بين يديه الرجل والمرأة، فإذا هو يرى أن لهذا البلد حالا ليس لغيره من البلدان. قال: وذلك لأن الناس يكثرون بمكة لأجل قضاء نسكهم ويزدحمون بها، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس. هذا خلاصة ما قرره ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وهو فتوى طائفة من أهل العلم كمثل علماء اللجنة الدائمة، فإنهم رخصوا في ذلك. والحديث الذي سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من طوافه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد، لكن الحديث ضعيف السند كما تقدم. ومن أهل العلم من ذهب إلى تعميم المنع، فمكة وغيرها سواء، ويتخذ السترة في كل مكان، وليس لمكة خصوصية إلا في مراعاة أحوال الزحام لا غير، لكنه يتخذ السترة ويمنع من يمر. وخلاصة القول أن من أهل العلم من يرى أن الصلاة بمكة جائزة من غير سترة، ويجوز المرور بين يدي المصلي من غير كراهة. هذا القول المنسوب إلى بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهو قول فقهاء التابعين كطاووس وعطاء، ومذهب أحمد رحم الله الجميع، وهو المشهور عند الحنابلة وأدلته كما سمعت. ومن أهل العلم من يرى أن السترة في مكة كغيرها لا استثناء، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يدع أحدا يمر بين يديه عند الكعبة، وكذا عن أنس رضي الله عنه. وسئل الإمام مالك عن مكة والمرور بها بين يدي المصلي في المسجد: أترى أن يمنع مثلها مثل ما يمنع من غيرها؟ قال: نعم، إني لأرى ذلك إذا كان يصلي إلى عمود أو سترة. وهذا الذي يفهم من صنيع الإمام البخاري رحمه الله، فإنه ترجم على حديث اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم العنزة في البطحاء بمكة فقال: باب السترة بمكة وغيرها. وهذا مذهب الجمهور الشافعية والمالكية وغيرهم، بأن اتخاذ السترة في مكة لا يختلف. فإن قلنا بذلك فينبه إلى أن المصلي إن صلى في المسجد الحرام فإذا أراد تطبيق السنة فليتخذ سترة، يصلي إلى عمود، إلى دولاب المصاحف، إلى شيء يستره، ثم يراعي بعد ذلك أحوال الناس، فإذا اشتد الزحام وكثرت الحركة فإن الأحكام تتخفف، وإذا ضاق الأمر اتسع. فإذا كان زحام شديد كمواسم الحج وزحام رمضان فلا يشددن في مرور الناس بين يديه،
خصوصا إذا كان يصلي في مكان هو ممر الناس وطرقاتهم، فإنه يراعي ذلك، والأمر في هذا فيه سعة. وفقه الدين ينبني على إدراك مقاصد الشريعة ومراعاة الأحوال، وهذا قول وسط يراعى فيه اتخاذ السترة والعناية بها في المسجد الحرام مع تقدير أحوال الناس وظروفهم وأحوالهم. وأما أنت في المرور بين يدي المصلي فاجتهد رعاك الله ألا تقطعن صلاة مصل قط، مهما استطعت ألا تفعل ذلك مراعاة للوعيد الذي تقدم في الحديث الذي سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تم مجلسنا الليلة بعون الله وتوفيقه، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ثم استكثروا ليلتكم هذه وجمعتكم غدا من صلاتكم وسلامكم على الحبيب الهادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لكم بكل صلاة 10 صلوات من ربكم جل وعلا. كل القلوب إلى لقاك تشوقت، يا من به كل الوجود تنورا، صلى عليك الله في عليائه ما التأم غيب ثم جادا وأمطرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم إنا نسألك الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، وعلمنا يا ربي ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.